إنه موسم هروب الفرقاطات الأوروبية. تعلن ألمانيا سحب فرقاطتها هيسن من البحر الأحمر لتنضم إلى فرنسا والدنمارك بعد أن سحب البلدان فرقاطتين خلال الأسابيع الماضية، فيما أجلت بلجيكا نشر فرقاطتها في البحر الأحمر بسبب فشلها في تمارين التصدي للطائرة المسيرة. أقل من شهرين استمرت مهمة الفرقاطة الألمانية هيسن لتغادر محملة بإخفاق عسكري كحال بقية الدول، وقد عجزت مجتمعة عن رفع الحصار البحري عن كيان العدو وحماية سفنه التجارية أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة. تقول وزارة الدفاع الألمانية إنها سترسل الفرقاطة هامبورغ بدلاً عن الفرقاطة هيسن، لكنها أكدت أن إرسال الفرقاطة البديلة سيستغرق أكثر من 3 أشهر مع بداية شهر أغسطس، ويعكس هذا التباطؤ حجم المخاوف الألمانية من إخفاق عسكري مماثل أو تورط غير محسوب يضع سفنها في مرمى النيران. المشاركة الألمانية في البحر الأحمر بدأت عقب تجارب فاشلة للبحريتين الأمريكية والبريطانية، ولم تخفي ألمانيا قلقها من إرسال الفرقاطة منذ وقت مبكر، إذ وصف وزير الدفاع الألماني المهمة في البحر الأحمر بأنها الأخطر في تاريخ الجيش الألماني منذ عقود. يمكن القول بدون مبالغة إنها العملية الأكثر جدية والأكثر خطورة للبحرية منذ عقود. ورغم أن السفن الحربية الأوروبية لم تدخل في قائمة الاستهداف، فإنما يعترف به القادة العسكريون عن التعقيدات الكبيرة في البحر الأحمر يعكس حجم الفاعلية للعمليات اليمنية في مقابل الإخفاق الغربي في منعها أو الحد منها، وهذا ما تجلى في حديث قائد الفرقاطة الفرنسية فريم الذي وصف العمليات اليمنية بأنها كانت خارج التوقعات ومفاجئة للغاية. المنطقة حساسة وعلينا أن نكون يقظين دائما. نحن هنا منذ 4 أشهر ونحن دائما على أهبة الاستعداد واليقظة حتى لا نتفاجأ. انطلاقا من واقع الإرباك الأوروبي، أعاد السيد القائد النصح للدول الأوروبية بسحب قطعها العسكرية من البحر الأحمر والابتعاد عن الاستجابة للضغوط الأمريكية. تحرص واشنطن على تعميق ورطة الدول الأوروبية، لكن الأخيرة وقد أخذت تجربة غير مشجعة، ترى نفسها بين ضغط واشنطن وتل أبيب أو تعقيدات المواجهة البحرية مع مخاوف من ورطة مباشرة مع اليمن وما قد ينتج عنها من تبعات عسكرية واقتصادية.